مشاهدينا نرحب بضيوفنا المشاركين في مهرجان الكويت السينمائي المونتيرا جلاديس جوجو والناقد محمد رضا. يا هلا ومرحبا فيكم بليالي الكويت. شكرا لك. اهلا وسهلا بكم الكويت في هذا الجو او العرس السينمائي اللي احنا طبعا نحتفل فيه للاول اول مهرجان سينمائي. فشيء جميل، احنا راح نكون زملاء ومن زمان زملاء، انا مع محمد رضا طبعا صديق العمر من زمان في محافل كثيرة من المهرجانات. طبعا لأول مرة ألتقي مع جلاديس ونتشرف فيش. طبعا خليني ما يخالف أسأل بسؤال بعدين أنت سأل. أصلا أنا محظوظة أن موجود معي الفنان الكبير يعني محمد المنصور، وأيضا يعني ما تتخيل الحوار كله لك اليوم. بارك الله. هلا نبدأ مثل ما يقولون ليدس فيرس. طبعا بس جلاديس، احنا لا ننسى أهمية المونتاج في السينما، وتعتبر من أهم مميزات أو قيمة الفيلم السينمائي مدى خطورته وإيجابيته أو إيجابياته أو سلبياته. ممكن تقولي لنا باختصار على أساس أن كثيرين من المخرجين ممن يلتزم أو يخاف أو يهاب أو في أثناء الرشيز طبعا في أيام المافيولا والتسكيرة الآن العدد الرقمي أصبح شيء جميل في بالسينما، ما أصبحت هذه المادة المفيولة اللي قاعدين يسرون فيها ويقطعون والتقطيعات اللي احنا اشتغلنا فيها في فيلم بس سبعة. سوري تفضلي. بدك تعرف يعني إذا تغيرت الأشياء يعني ما مدى أي أهمية الآن الحالة الرقمية أحسن أو أنظف يتهيالي أسهل وأسهل أسهل بس التفكير هو زيته الفيلم أو بالتفكير هو زيته، لأنه هلأ صاروا بيعملوا بيصوروا أكتر بما أنه صارت أهين بتكلف أقل، الكل معه كاميرا وبيصور قد ما بده، ففي كمية أكبر للمشاهدة وتي واحد يركب الفيلم ويركب قصة. بس كانت أسهل الآن أسهل يتهيالي من المفيولة قبل، لأن كان أسهل تكنيكال يعني يعني شيء ما كانوا يحطون فيه الجهاز يحطون الأفلام اللي يصورونها مثلا الصبح أو بالليل أو وبعدين المخرج مع المونتيرة مثلا أو المونتير يجون يحطون رشز مثلا يسمونها يحطون هذه قطعني شالة الغلطة من الغلطات طبعا بعض الأحيان يشيلون تر 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 يأخذون ساعات. بس الآن لا ما أعتقد أسهل بكثير، أسهل لأنه سريع بتقرر فكرة ودغري بتعمل الفكرة تبعيتك. بس اللي قصدي يقوله أنه الكمية الرشز صارت أكتر، فإذا صار في أكتر تفكير وأكتر التكنيكال أهين، بس بيضل الفكر هو زيته. بدك تفكر وتتلاقي شو بدك تخبر، كيف بدك تمنتج، كيف بدك توصل لنتيجة مزبوطة تقدر تقول القصة يعني. سألي محمد رضا الحين عن الأفلام. طبعا أنتم مشاركين في ضمن المهرجان الكويتي السينمائي كمحاضرين وليس في لجنة التحكيم. لو بسأل أنا وطبعا موجهة لكم أنتم الأثنين، شلون شفتوا الأعمال المشاركة، أعمال السينمائية المشاركة في هذا المهرجان؟ بدك تجاوبي أنت؟ أنا اليوم وصلت. أنت امبارح شفت 6 أفلام. وقبل ما أحكي عن الأفلام بحد ذاتها لازم الواحد يحكي عن أنه أحد شروط المشاهدة هو حسن الجلوس والانتباه إلى ما يعرض. هذا ما لقيته بصراحة. الله. لقيت الأولاد عم تركض بالصالة وفي ضجيج وواحد فاتح واحد عشرات فاتحين التليفونات، فطلعت غيرت فوق قعدت بالبلكون لوحدي وساعات قدرت استمتع. التجارب اللي شفتها شفت 6 أفلام قصيرة كليت عندها أفكار حلوة. إذا كان هناك مشكل منتشر كخط عمودي بيناتهم أو أفقي بيناتهم هو أنه الفكرة جيدة إنما ما في قصة.
يعني في عجز بتركيب قصة، عنده فكرة بالأول بعدين بده يحط قصة، بيستغني عن القصة لأن الفكرة داخل بباله، مسيطر عليه. ايه مسيطر عليه، فما في بدك القصة، بدك ليش أنا عم بحكي فيلم حتى لو كان قصير، بدك لازم يكون في سبب، اللي هو الحبكة الدرامية. تقصد الحبكة الدرامية هي طبعا يلي عم بيصير، إنه نحن مش بس بهون، أنا يعني شايف مهرجانات، حاضر مهرجانات بكل أبو ظبي ودبي وقرطاج وقاهر إلى آخره، في مشكلة كبيرة بالفيلم القصير، هو إنه غياب الرغبة بالتعب على لإيجاد قصة تروي الفيلم، ما في مجهود حقيقي يعني عشان يعطي قيمة للعمل. في سرعة، في سرعة. إذا كان هدف المخرج الجديد إنه يعمل فيلم أفلام قصيرة حتى ينتقل فيما بعد لأفلام طويلة، فهو عم بضيع على حاله فرصة إنه يعرف كيف بالأخير لح يعمل فيلم طويل، مثل كأنه عم بلزق الأفلام على بعض البعض. هذه الملاحظة يلي إلها وجه سلبي، أما فعليا أنا بسط بالجهد يلي موجود، لأن في مجموعة شباب يعني مختلفين عن الجيل تاعك وتاعك، بدهم يعملوا أفلام جيدة وعندهم الكونسبت أو المفهوم، ما ناقص إلا شي يشتغلوا شوية على السيناريو. تمام. دائما نشوف ان بعض الافلامات، الافلامات هذه حلوه، كلمه حلوه بنستخدمها وين عم بكتب، هذه جديده. دائما يكون في ايرادات قويه للافلام هاي، لكن احنا ما نلاقيها هني موجوده في السينما المحليه. برايك شنو الفرق بينهم؟ اذا كنت عم تقصد الافلام الامريكانيه، العقليه الامريكانيه كانت بزنس من التاريخ صفر، من اول سنه عملوا فيها سينما، مش بس الأمريكان، الفرنسيين كمان، اللوميير عمل بيع تذاكر، بس الأمريكان مباشرة نطوا على هالفرصة هاي أو قفزوا على هالفرصة هاي واستخدموها تجاريا، لأن هي بزنس كأي بزنس آخر، وسبقوا الآخرين. لما صارت الحرب العالمية الثانية بأوروبا واحتلت النازية أو الألمان احتلوا فرنسا، منعوا الأفلام الأمريكانية. شو صار بعد ما رحل الألمان؟ الفرنسيين هبوا على الأفلام الأمريكانية يشوفوها لأنها راحت عليهم، يعوضون اللي راح عليهم. فهي عقليم المنتاليتي تاعتها بزنس، بيور بزنس. هلا في مخرجين كتير بأمريكا بيضيفوا عليها أو بيستغلوا البزنس هذا حتى يحطوا الأفكار والأساليب السينمائية الصحيحة عليهم، مشان هيك في أفلام تستحق الأوسكار، في أفلام كتير ما إنك الإنتاج أمريكاني ترفيهي، لا في أفلام كمان كويسة جدا، بس هذا سبب إنه هي منتشرة أكثر شيء. يعني من زمان كان، من أول قبل الحرب العالمية الثانية، أنا ولدت من بعد الحرب العالمية الثانية بس بعرف بقرأ كتير، من قبل الحرب كان في مكاتب لوورنر ولبارامونت ولا هذا بكل أنحاء العالم. نعم أوردي. بس الآن بالنسبة للإنتاج، يتهيالي في أمريكا البنوك هي اللي تنتج الأعمال، يعني تفكر في إنتاج أي عمل. بعد ما طبعا الآن الشركات طبعا أصبحت كبيرة، كانت في وقتها البنوك هي اللي تنتج أو تمول هذه الأعمال السينمائية. كان كل الشركات اعتمدت على البنوك وحتى الآن ما زالت، لأن هي المورد، بس يلي بياخذ القرار هو شركات الإنتاج، ديزني، وورنر، بارامونت، يونيفرسال، هؤلاء بياخذوا القرار، بيلجأوا للبنك لأن بيحطوا فيه مصاري بيرجعوا بياخذوها، يعني الطريقة الطبيعية للإنتاج للاستثمار. صح. بس ما في، يعني سابقا كان في مثلا بمصر، بنك مصر حاول انه يدخل بالسينما، يمكن في بعض النماذج الاخرى القريبه، بس اساسا شركات الانتاج هي استولت على كل، يعني في بعض الشركات عندها صالات السينما، بتملك صالات السينما، وفي بعضهم ما عندهم، في بعضهم عندهم استديوهات كبيره، في بعضهم ما عندهم استديوهات كبيره بس عندهم انتاج فائض، عندهم انتاج كثير، والتكنولوجيا عم تتغير زي ما انت عارف طبعا، بحيث انه ازدادت رقعة الاختيارات. فيك تنتج فيلم امريكاني عن طريق الانترنت، شركات الانترنت امازون ونتفليكس، وفيك تنتجه عن طريق
محطة تلفزيونية بتعمل بدل ما تصرف 100 مليون دولار بتصرف 10 مليون دولار بس بتعمل فيلم زي الفيلم التجاري وإلى آخره. فتوسعت القصة توسعت جدا يعني كثير. حلو جلادس، ممكن تقول لنا على أساس طبعا كثير من الأفلام اللي أنت عملتيها بس في لبنان ولا في أي مكان آخر؟ اكيد اكيد بلبنان، في لبنانيه، في لبنانيه كثير ان فيت بيعملوا يعني عم يقدروا يعملوا فلوميتون بباريس بفرنسا. يعني اتذكر في كثير من الافلام اللبنانيه كان في نشاط، يعني طبعا هذا الكلام من زمان من مثل ما يتذكر اخي محمد، على اساس انه بالسبعينات والثمانينات كان في نشاط لبناني لدرجه ان كثيرين من الاخوان في مصر اتجهوا الى لبنان على اساس انهم ينتجون بعض الافلام ونوع من الافلام المشتركه مثل ما يعملون الان بعض الافلام المشتركه طبعا خليجيا او من سوريا او من لبنان الى اخره. كانت في فتره كبيره بعدين توقفت او توقف العمل السينمائي في لبنان بالمره. هلا الان في بلع بيرجعوا يعني هلا في اكثر من 15 فيلم بالسنه. طبعا احنا وصلنا لختام فقرتنا هذه، طبعا نورتونا بليالي الكويت، المونتيرة جلاديس جوجو، ضيفنا ايضا ضيف الكويت طبعا محمد رضا. يا هلا ومرحبا فيكم بليالي الكويت. مشاهدينا راح ننتقل الان بعد الفاصل، راح يكون معانا فريق صقور صباح لكن بعد البريك.